اهلا وسهلا بكل متابعينا ومتابعي تلفزيون اليوم السابع في كل مكان. واحده من اكتر الشكاوى عند الامهات ان اطفالها بيقضوا معظم فصل الشتاء مرضى وبيخرجوا من مرض لمرض تاني، ودي طبعا شكوى منتشره بين الاطفال اللي بيروحوا الحضانات، وده تحديدا المكان اللي بتزداد فيه فرص العدوى. بعض الامهات بتستسلم دوت، لكن في الحقيقه ان في حلول لهذه المشكله من نصايح بيقدمها الدكاتره، ولكن خلونا الأول نفهم إن ارتفاع حالات المرض في صفوف أطفال الحضانات ورياض الأطفال في الشتاء ناجم عن كون جهاز مناعة الطفل غير معرض للفيروسات المختلفة في البيئة الخارجية، فده بيخلي مناعته ضعيفة. كمان اختلاط الطفل بأعداد أكبر من الأشخاص يوميا ولفترات طويلة بيزيد من فرص مرضه. طيب إزاي نقدر نقوي مناعة الطفل خاصة في فصل الشتاء علشان يقدر يقاوم الأمراض المختلفة ويقدر إن هو يروح الحضانة ورياض الأطفال من غير ما يكون في خوف عليه من إصابته بالأمراض الفيروسية والتنفسية المختلفة؟ أول حاجة لازم الطفل ينام في وقت بدري، وده لتحصين المناعة، وبيوصى كمان بأنه ينام الطفل مبكرا في ساعة لا تتعدى العاشرة مساء، ويفضل كمان قبل كده، ويجب أن ينال الطفل قسطا كافيا من النوم بمعدل 10 ساعات ليلا، مع عدم إغفال أهمية توقيت النوم، فلا يسهر الطفل حتى منتصف الليل ويبقى نائما حتى الظهر. فمثلا ساعات النوم دي ما بتتساويش في جودتها مع ساعات النوم أول الليل وحتى الشروق، يعني الطفل لو نام من 12 بالليل لحد 12 الظهر رغم أن هم 12 ساعة، إلا أن معدل الاستفادة بيكون أقل لو الطفل نام من 10 مساء لحد مثلا 8 صباحا، وهم 10 ساعات يعني في ساعتين اقل، ولكن هذه الفتره بتكون اكثر افاده للطفل من الفترات الاخرى. تاني حاجه في المناعه الحصينه للطفل هو الرضاعه الطبيعيه قدر الامكان، ويوصى بالا تقل فتره الرضاعه عن 6 شهور، وبعد بدء اطعام الطفل بينبغي الحرص على احتواء الوجبات على عناصر غذائيه مختلفه من دهون ونشويات وكمان بروتينات ومعادن وفيتامينات زي العدس والسبانخ والملوخيه والارز والدجاج، والتركيز ايضا على الحمضيات الوفيره في الشتاء زي البرتقال واليوسفندي، وده بالنسبه للاطعمه اللي بتكون مفيده جدا للاطفال خاصه في تلك المرحله وفي هذا الفصل من فصول السنه. ثالث حاجة هو الالتزام بجدول التطعيم اللي بتخصصه وزارة الصحة، واللي بيساعد على حماية الطفل من الأمراض في فصل الشتاء وغيره. كمان بيوصي بأخذ تطعيم الأنفلونزا السنوي من عمر 6 شهور فما فوق، لأنه بيقلل نسبة الإصابة بالرشح والإنفلونزا، أو كمان بيخفف أعراضها إذا حصل لا قدر الله إصابة. وبيفضل كمان أن تتلقى السيدة الحامل التطعيم لتقي نفسها وطفلها حتى النصف الأول من عام من الأمراض طبعا التنفسية. من الوصايا المهمة برضو ضرورة أننا نجنب الطفل السليم التواصل المباشر مع المرضى خاصة لو كانوا من محيطه، مع الحرص كمان على ارتداء المرضى داخل العائلة الكمامات والمحافظة على نظافة وتهوية البيت. وكمان في المقابل ما ينفعش نودي الطفل المريض للحضانة أو روضة الأطفال خلال الأيام الأولى من مرضه علشان ما ينقلش العدوى إلى الأطفال الآخرين. برضه من الحاجات اللي ضروري كل أم تحرص عليها النشاط البدني، لأنه فيه تقوية للمناعة، وكمان بينصح بتخصيص ساعة من الحركة والرياضة للطفل يوميا داخل أو خارج المنزل، وبيفضل تعريضه للهواء الطلق النظيف إن كان الجو معتدل، مع الحرص كمان على تجنب جلوس الطفل فترات طويلة أمام الأجهزة الإلكترونية لأنها بتسبب الخمول والكسل، واللي طبعا بيكون ليه تأثيرات سلبية كبيرة على مناعة الطفل. حاجة مهمة تانية وهي ممكن تأثر على مناعة الطفل بشكل سلبي، وهو إعطاء الطفل الأدوية بدون استشارة طبية. ده أمر خطير جدا، لأن كثرة الأدوية بتؤثر بشكل سلبي على مناعة الطفل، ولازم الأهل يفرقوا بين مسبب المرض إذا كان فيروس ولا بكتيريا، وده من خلال التوجه إلى الطبيب المختص اللي بيشخص المرض وبيصف الدواء المناسب ليه. فالمرض الفيروسي لا يتطلب مضاد حيوان، لأن الأخير بيعمل ضد البكتيريا في الأساس. كمان يعني من الضروري عدم إعطاء دواء الكحة للأطفال أصغر من 6 سنوات، لأنه لم يثبت فعاليته للأعمار الصغيرة، لكن لو طفل عنده كحة فإحنا بنعمل له حمام مية دافي وبنعرضه لبخار المية، وكمان بيتناول العسل، دول طبعا الأطفال اللي بيتجاوزوا عمهم الأول، وبيشرب سوائل دافية لترطيب الإفرازات، وبيمنع كمان تناول الأطفال أصغر من سنة واحدة العسل، لأنه قد يحتوي على نوع بكتيريا اسمها كلوستريديوم، واللي بتؤدي للتسمم الغذائي. أما بعد عمر السنة فبيكون الجهاز الهضمي للطفل قد تطور بشكل كافي ويقدر يدمر هذه البكتيريا بشكل بسيط.
دي كانت نصيحتنا للأمهات مع بداية التغيرات المتوقعة في الطقس، وإن شاء الله نكون قدرنا نساهم في صحة أفضل لأطفالكم. بشكركم شكرا جزيلا، وخلينا دايما معاكم في تلفزيون اليوم السابع، وإلى اللقاء.